قفزت أعداد زوار موسم الرياض خلال 8 أيام فقط لأكثر من 1,000,000 زائر، حيث وصل عددهم الإجمالي أكثر من 13 مليونا بعد إعلان الموسم وصوله إلى 12 مليون زائر في 26 فبراير الماضي، مما يدل على التسارع الكبير في ارتفاع أعداد الزوار وحجم الإقبال الواسع على مناطق الموسم وفعالياته المتنوعة.